السلام عليكم شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معاكم كرم عياش ورجعنا لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو عن براول ستارز، كيف تجيب نقود او كوينز بسهولة. مثل ما انتم شايفين انا عندي 18277، واليوم راح احكي لكم الطرائق اللي سويتها حتى اخذ هاي النقود. قبل ما يبلش المقطع لا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب، ووصلونا 500 مشترك قبل نهاية السنة، ويلا نبلش. خلينا نبلش بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى واللي هي إنك ترفع ماستريز. لو رفعت مثلا ماستريز للليفل الأول فيهن للبرونز واحد تكسب 1000 عملة، وإذا أنت عندك ما أكثر من 20 بطل غير تكسب أكثر وأكثر. مثلا البريمو ترفعه بعطيك، وأنا هي سويتها حتى أخذ بعض المصاري. والطريقة الثانية واللي هي تلعب كثير، لانه بعطيك صار 640، واذا لعبت يعني شوي وكسبت هذول الاثنين تكسب 1200. انا قصدي عن 3 و6 تكسب 1280 لو ظلتك تلعب. والطريقة الثالثة واللي هي تاعت الكلاب ليج، تشتري العملات تاعت الكلاب ليج. بس انت العب بالكلاب جيمز وما بعرف شو العب فيهن وبغير تكسب، بس عليك تلعب وغير تكسب. وانا ان شاء الله عم بجمعن حتى اشتري السكنز الجولد تاع بايبر، وغير يكون هو اول سكن جولد لي. وبس هيك بيكون خلص المقطع. اتمنى يكون يعجبكم، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، وصلونا 500 مشترك مثل ما قلنا ببداية المقطع، ومع السلامة.